اولا يعني احنا نعتقد انه يعني الديمقراطيه المحليه هي يعني اساس ديال الديمقراطيه، وهي القول من المواطن، هي الانصات من المواطن، وحل مشاكل ديال المواطن اللي يمكن يحلهم الا المنتخب اللي كيعيش معاه كل نهار. ومن هذا الباب، من هذا الباب يعني باش بلادنا، ماشي حنا، بلادنا تنجح يعني في هذا المسار ديالها، لازم علينا نقدموا الخدمات اللي خصها تقدم للمواطن. وحنا الحمد لله، وهذا الشيء خصو يعرفوا الغابه، انتم ما جيتوش هذا الاجتماع باش شي كيشكي بشي وشي كيقول هذا كيدير لي العصافه البيضاء وهذا ما خلانيش نخدم وانا عندي واحد الاشكاليه. انا جيتو باش تبنيو المواطن اش يمكن لكم تقدموا ليه كعرض يعني سياسي وعملي للحياه اليوميه باش تسهلوا لي المغيه ديالكم. حنا جينا اولا، جيت كرئيس الحكومه باش نسمعكم، ماشي باش نكونوا واضحين، اللي هذه المنتديات اللي غادي يكونوا في جميع الجهات، وغادي نمشي عند يعني جميع المنتخبين ديال التجمع الوطني الاحرار. ولكن انا كرئيس الحكومه نسوي شيء، لان اول شرط لي عندي هو رئيس الحكومه. النتائج اللي غادي تخرج من هذا الشيء ان شاء الله خصها تمشي لجميع المناطق، كانت اغلبيه ولا معارضه. هذا شيء وعندنا الحس الوطني ديالنا، وجينا باش نخدموا المغاربه يعني قاطبة سونز اكسكلوزيون. ثانيا، كنحيي 10,000 المغاربه، يعرفوا بان تقريبا هنا الثلث ديال المنتخبين اللي كاينين في المغرب هما من حيث التجمع الوطني يعني للاحرار. وهذه كما جاء في الكلام ديال الاخوان مسؤوليه لديه كبيره، مسؤولية كبيرة بزاف. انتم راح تكون مسؤولية كذلك كبيرة، لأنه انتم والأغلبية يعني الأغلبية بأشعة راح تكون تقريبا 75% ديال المنتخبين اللي هما كاينين في هذا المنطقة. وعندكم إمكانيات إذا تعاونتوا كلكم جميع حتى مع المعارض أنكم يمكن لكم تمشيوا إن شاء الله إلى الأمام. فعلا أنا فهمت وسمعت بأنه خاص الاعتبار يكون يعني المنتخب، خاص الاحترام يكون المنتخب، خاصو يتعطاه الدور ديالو، خاصو يلعب الدور ديالو ويتعطاه الامكانيات ديالو. هذا واجب. اسمحوا لي كذلك نقول بعض المسائل اللي في هذه المناسبه، وهذا الشيء غادي نقول شيء لان طنجه غادي يسمحوا لي، غادي نقول جميع المناطق ديال المغرب وقت ما غادي نمشي غادي نتجه لزيرو ديالنا، لانه بغيت غير نذكركم بانه جينا لخدمة، جينا الخدمة باش نخدمو المغاربة ونخدمو بنزاهة وبشفافية واجتهاد. وكنوصيكم مرة أخرى، إلى توخي أي واحد يتوخى الابتعاد عن شبهات المساس بالمال العام. وفي هذا الإطار حنا ما غاديش يعني المحاربة ديال الفساد غادي نكون معاكم، ما نقبلو حتى شي واحد. فينا. ولكن من جهة أخرى خاص الاعتبار يعني المنتخب اللي هو عنده واحد الدور مع المواطنين، وخصنا نساعدو باش تكون عنده الإمكانيات. أنا عارف بأنه لي كونسيي بروفانسيال في هاد السنتين يعني نقص لهم البيجي ديالهم، أنا عارف. حنا كنشوفو كيفاش يمكن تكون حلول يعني باش نعاودوا ونغطخاب لا سيتياسيون ان شاء الله في المستقبل. حنا عارفين بانه وسمعنا بانه يعني الاولويات اللي كاينه اللي كتخص لي يعني لي زيكيبمون الطرق القرويه، تكلمتوا على كذلك ما يخص هذا الشيء ديال الاوربانيزم في المناطق باش يكون التسهيل ديالها في المناطق القرويه. تكلمتوا كذلك على بعض الدوار وبعد ذلك يكون في المشاكل ديال الطرق، تكلمتوا على واحد العدد ديال المسائل اللي كلها قبل كاع ما نجي لهنا يعني وصلني للخبار وليزيكون ديالكم. ولكن حنا غنحاولوا هذه الخدمه ديالكم كلها، لان غادي نديوها في 12 جهه باش نديوها ممنهجه
مقادة باش اللي تكون الجواب يكون للجميع. للجميع المناطق إن شاء الله، وغادي نشوف هاد الأجوبة من بعد ما نكملوا، ما غادي نجيو فين نكملوا يعني المسار ديالنا باش ندور على 12 جهة، حتى غنعاودوا نرجعوا لعندكم بأجوبة يعني فيها شفافية وواضحة وتكون براتيك وديك يعني تكون عملية في الميدان باش نسحقوا بها إن شاء الله. إذا سمحتوا طنجة تطوال حسيمة جهة كبيرة، مشاريع ملكية اللي هي كبيرة، الحكومة اشتغلت بجدية فيها، كما شفتوا الحمد لله سيدنا جاب القطار السريع، البور ديال الميديتيراني، مئات الكيلومترات ديال الطرق الصيام، مئات الكيلومترات الان ديال لي دوبل فوا، يعني كاينين هذه المناطق اللي هما كيعرفوهم، المستشفى ديال السي اش يو اللي تقريبا راه وجد ديال طنجة، واحد العدد ديال الاستثمارات اللي هي جد ايجابيه اللي تعملات واللي خلات انه الان الحمد لله المنطقه ديالكم ولات المنطقه يعني الثالثه اقتصاديا في المغرب. وكذلك عندكم جميع الاقاليم عندها واحد يعني ماشي كاين تنوع اونفاز يعني اونفاز افيك لا يعني في الواجهه ديالها باينه مع داك الشيء الخصوصيه ديالها اللي هو عنده السياحه وعنده السياحه اللي عنده السياحه والفلاحه عنده السياحه والفلاحه اللي عنده السياحه والفلاحه والصيد بحال هادو ما تبدلش هاد الشيء وهاد الشيء خصو يتنمى ويزيد الامل. حقا ما بغيتش نتكلم بزاف على المشاريع ديال الحكومه، غادي تكون عندي ديال الاغلبيه غادي تكون عندي مناسبة إن شاء الله في اللقاءات الجاية في مناطق أخرى باش نتكلم على العمل الكبير اللي كتكون به الحكومة، ولكن فقط لأن بغيت باش هذه البداية وإعطاء انطلاقة ديال هاد يعني المنتديات اللي غادي يكونوا في المغرب إن شاء الله. وبغيت نقول لكم فقط أنه داك الشيء اللي جات به الأغلبية يعني بحال لونجمون ديالها راه خدام فيه القضية ديال الشغل هو البطاقة ديال الاستثمار. يمكن نقول لكم بون الأسبوع المقبل غادي نوقع يعني هذوك لي زاريتي اللي غادي يخرجوا لواحد العدد ديال النقاط اللي باقا وغادي يكون متكامل إن شاء الله. يمكن نقول لكم بأنه استثمارات كبيرة اللي جاية إن شاء الله لبلادنا في السنوات المقبلة. هادشي راه شيء إيجابي. نتمنى على الله ان منطقتكم هي منطقه حيويه وديناميك وداكشي انها تاخذ الاغلبيه من هذه الاستثمارات. ثانيا التعليم عملنا خريطه الطريق، السيد الوزير بدا كيطبقها بما فيها العلاقه مع الاساتذه بما فيها داكشي ديال النظام الاساسي الموحد اللي جا في بلاصه داكشي ديال التعاقد، واحد العدد ديال الاشارات اللي هي ايجابيه اللي كتهم الاستاذ المدرسه والتدريس والتلميذ كذلك ثلاثه ديال سيتو كاين واحد تقريبا واحد العدد ديال لي زاكسيون النقاط ديال العام ان شاء الله اللي غادي تكون اللي غادي نشتغلوا بها اللي بدا السيد وزير الصحه. انتم شفتوا بانه بدينا كنطبقوا في البرنامج ديال الصحه بدينا كنطبقوا برنامج غادي نديروا التعميم ديال السي اش اي في جميع المناطق المغربيه غادي نصحوا 1400 يعني مستوصف نتمنى الله ان يوصلكم كذلك هذه المستوصفات اللي كاينين في اهداف يعني في اقرب الاوقات وغادي تشوفوا بانه كيفاش الطبيب كيبقى راحته الداخل وكيفاش كذلك يعني المواطن حتى هو كيبقى الراحه ديالو الداخل. هذه كلها المسائل اللي هي ايجابيه الصحه الشيء والتعليم دونك هذو النقاط اللي هي اساسيه. عاد كنتكلم شي لكم على ريفورم الاداره ولا ديجيتاليزاسيون اللي جايه واحد العدد ديال المسائل باش نسهلوا للمواطن يعني القرار
باش يبغى شي وقار، يبغى شي حاجه اللي هي سهله، يبغى شي حاجه يعني اللي هي كيحتاجها كل نهار، يمكن يصيبها من ضوء، يمكن يصيبها من الانترنت، يمكن يجيبوها ليه. دونك ان شاء الله هادو كلهم لي شونتي اللي هما ايجابيين اللي غنشتغلو عليهم، ولكن غادي يكون عندي اذا سمحتوا الوقت باش نشرح هادشي. انتوما حنا كنعتمدو عليكم، كنعتمدو عليكم لانه حنا يعني عندنا واحد العدد ديال الجبهات وكنشتغلو بجديه، فيما كتبان شي جبهه ولا كنسرعو باش نجاوبو معاها ونبقاو بها الحال. ولكن انتوما انتوما هما الحلقه المهمه بيننا وبين المواطنين، يعني لازم ما تستوعبوا البرنامج ديالنا كلها وتفهموا تعرفوا اش كنديروا باش تقدروا توصلوه للمواطنين. ما تحشموش بوجهكم حرام يمكن لكم توصلوا هذه الخدمه اللي كتقوم بها الحكومه اللي هي ماشي سهله واللي هي كبيره وشاهد عليها العالم وشاهدين عليها المؤسسات العالميه والمؤسسات الماليه على الخدمه اللي كيقوم بها المغرب كونتر سوا المواطن في السوق سعافه. حنا ان شاء الله من بعد ما غادي نساليو هذا العمل ديالكم وغادي ندوزو للمناطق الاخرى والجهات الاخرى، غادي يكونوا عندنا اشنو هما الطلبات، شنو هما الاولويات، غادي نوجدوهم، غادي ندوزو هنا من المرحلة ديال مسار الثقة، دوزنا المرحلة ديال مسار المدن، غادي نمشيو لمسار الثمانية لأن هاد البرنامج ديالكم هو مسار ديال الثمانية ديال البلاد. حنا ما كنظنوش بأن يمكن تكون شي ما تكونش الثمانية إلا ما كانش الثمانية المحلية اللي كتمس المواطن مباشرة. هنا كاين واحد العدد ديال الإمكانيات ديال النمو إن شاء الله في المستقبل ديال بلادنا، وغادي نوقفوا عليها وغادي نعاونوكم باش تفهموا. دونك الله يخليكم اخوان، نتكلم معكم ومع الاشراف ديال الاخوان اللي هما يعني داخل التجمع الوطني. وما تنساوش ما تنساوش 15000 اللي ما نجحتش. هو دائما بين عينيكم وبقاو تكلموا معاهم لان عندهم مستقبل ان شاء الله، يعني باش حتى هما يمارسوا السياسه وحتى هما يمارسوا يعني الشأن العام. دونك كونوا واثقين بانه هاد الشيء اللي جيتوا به غادي ناخذوا به الاعتبار. بيان سور الدوله كتعرفوا الامكانيات ديالها، الامكانيات ديالها، ولكن الاكثر اللي يمكننا نديروه غادي نديروه، وما يمكنش نديرو واحد الجهه واحد الجهه اخرى ما نديروش، غادي يكون التوازن ويكون هذا. دونك خصنا غير نفهموا ونشوفوا الاولويات. وانا متفق بان القضيه ديال الاعتبار ديال الاعتبار ديال ديال النيلو داكشي بان شيء جد مهم. وانا بطول كنقول لكم الله يخليكم، انتوما بيناتكم حاربوا الفساد، ماشي حنا دابا اللي نحاربوا الفساد، انتوما بيناتكم نصحوا بعضياتكم حاربوا الفساد لانه خصو الجهه يبقى مزيان. يعني هاد خمس سنين اللي باقى لكم ان شاء الله في المده ديالكم، المواطنين داو فيكم الثقه وعطاو اصوات كبيره خصكم تقولوا يعني في المستوى اللي هاد الاصوات اللي حسيتو بفضل البرنامج بفضل العمل ديالكم. وحنا داخل الحكومه وداخل الاغلبيه سوف نشتغل لنكون ان شاء الله يعني نعطيو جواب حتى احنا ايجابي بالنسبه للمتطلبات ديال المواطنين. شكرا لكم وشكرا.